الإلكترونيكس الصوتيات، الجزء ده خاص بالصوتيات في الوحدة التاسعة والأخيرة في منهج سنة أولى ابتدائي كونكت. Learn sounds with busy bee، تعلم الأصوات مع النحلة الشائية. هنبدأ إن احنا ناخد في الدرس ده letter I small I and small u، حرف ال I وكمان حرف u. letter I صوته إيه إيه، أما letter u صوته آه. طيب تعالوا كده مع بعض نقرأ كلمات بتبدأ بـ letter I. أول كلمة N N إيه N insect insect إيه insect ink ink إيه ink. يبقى حرف الـ I صوته إيه إيه as in N insect ink. سمعين صوت حرف الاي في الاول ايه ان ان انسكت انسكت انك انك. طيب لو انا قلت مثلا ايه ايه اكتب حرف ايه، ينفع اكتب مثلا لتر اي؟ لا طبعا، لان لتر اي صوته ا، يعني انا لو قلت ا اكتب اي، لكن لو قلت ايه اكتب اي، ايه اكتب اي. لو انا عملت نقط كده كتبت letter N letter K ورحت قرأ الكلمة دي وعايز اجيب انا الحرف الناقص، هجيب الحرف الناقص ده من خلال صوت الحرف، من خلال صوت الحرف. يبقى صوت الحرف مهم جدا عشان اعرف اكتب. يعني لو قلت ink ink ايه ink ايه، اسأل ابني ايه ده صوت حرف ايه، هيبدأ يقول لي ده صوت حرف ال I، احنا اخدناه ال I صوته. طيب لو سمعنا ايه اكتب برضو اي، يبقى انك ايه اكتب اي. طيب مثال تاني، هنا ان ان ايه ام ايه ام ام، ده صوت حرف الان، حرف الان مكتوب قدامي. طيب ايه صوت حرف ايه؟ تمام، يبقى صوت حرف الاي تبقى ان ان اللي هي دي في او بداخل. التمرين ده مهم جدا ان انا اعمل نقط مكان الحروف اللي بنتعلمها اللي هو حرف الاي وحرف اليو لسه هناخده، واخلي الطالب يسمع صوت الحرف ويقول لي ده حرف ايه. يعني لما يسمع صوت الحرف ويعرف الحرف الخاص بالصوت نفسه كده الطالب هيعرف يكتب لوحده، ولما الطالب يشوف الحرف ويعرف صوته لوحده هيعرف يقرأ. يبقى الجزئية دي كلها خاصة بالقراءة والكتابة، علشان الأمهات اللي بتشتكي ان ابني مش بيعرف يكتب ولا بيعرف يقرأ، انتي ركزي معاه على الأصوات، امسكي حرف حرف وعرفيه صوته، وعلميه ان هو لما يسمع صوت الحرف يكتبه، ولما يشوف الحرف يعرف يقرأه من خلال الصوت بتاعه. كده ابنك هيبقى كويس جدا مع التكرار والتدريب الكتير في جزئية القراءة والكتابة دي. N insect ink N يعني في او بداخل، insect اللي هي حشرة، ink اللي هو الحبر اللي بنكتب بيه. بعد كده بناخد حرف اليو letter U. اليو ده صوته A A as in under under. لو اخدنا U with N حرف اليو مع ال N un under 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 يعني تحت. شمسية umbrella umbrella. اليو هنا صوته أ أم أ umbrella umbrella. لأعلى up up. هنلاحظ إن حرف اليو هنا صوته واضح قوي أ ب أ ب، تبقى up up. طيب لو عملنا كده وقلت للطالب up up، ده صوت حرف البي والبي مكتوب قدامي واضح. طيب اه اب اه ده صوت حرف ايه، هيبدا يقول لي اقول له مثلا اه ده صوت حرف الاي، هيقول لي لا طبعا غلط، لان الاي احنا اخدناه ايه زي ان انسكت انك ايه، لكن اه ده صوت حرف اليو، وهيبدا الطالب يكتب هنا يو اب اب. طيب نقرا بقى كل الكلمات مع بعض. ان insect ink under umbrella
up. In, insect, ink, under, umbrella, up. Under, umbrella, up. Under يعني تحت, umbrella, شمسية, up, لأعلى. In, insect, ink, under, umbrella, up. Letter I and letter U. وحرف الاي ده اصلا حرف متحرك، حرف اليو كمان ده حرف متحرك من الحروف المتحرك. حرف الاي ده سمول اي، ده كابيتال اي وده سمول اي، ده سمول يو وكابيتال يو بيكون بالشكل ده، يبقى ده كابيتال يو وده سمول يو، وهو جايب لنا في الدرس سمول اي وسمول يو. letter I صوته إيه، letter U صوته A. إيه N، إيه insect، إيه ink، A under، A umbrella، A up. الجزء ده خاص بالكتابة handwriting، هي عايزنا نتدرب ان احنا نكتب small I and small U. learn to write was busy bee، تعلم الكتابة مع النحلة الشقية. هنبدأ مع بعض ان احنا نتعلم نكتب حرف الاي وحرف اليو. احنا زي ما اتفقنا ان ده small i مش capital i، capital i اتفقنا ان ده capital i، لكن small i بيتكتب على السطرين اللي في النص، مش بنبدأ من السطر الاولاني ولا السطر الاخير، ملناش دعوة بيهم، بنيجي على السطرين اللي في النص ونعمل زي standing line، خط لحد السطر الثالث ونعمل فوقه زي نقطة بس. بدا small i، small i. طيب عايزين بقى نشوف ازاي نكتب small u. هو هنا نمبر 1 بادئ من السطر الثاني، ناخد بالنا ان من السطر الثاني للسطر الثالث، الاولاني والثالث ملناش دعوه بيهم، واحنا بنكتب السمول ليترز، الحروف اللي هي السمول. هنيجي من هنا ننزل لحد السطر اللي هو تحته الثالث ونطلع بالشكل ده، وبعدين نيجي ننزل كده. انا اقف هنا يبقى ده small u، small u. يبقى كده كتبنا small i و small u. letter i صوته a as in n، insect، ink. letter U صوته A as in under، umbrella، up. N، insect، ink، under، umbrella، up. التمرين ده الغرض منه ان احنا نتعرف على حروف الجر. اول حرف جر هو على on، مهمين جدا على فكرة، على يعني on، تحت يعني under، في او بداخل in، خلف يعني behind. تاني on، on، under، under، in، in، behind، behind. هنا موصل الصورة دي بالصورة دي لأن الاتنين كده on يعني على، على يعني on. طيب القطة دي under the book، تحت الكتاب. الولد ده under the table، تحت الترابيزة، فهنوصل دي بدي. طيب القطة دي in the box، البنت دي in the box، في الصندوق بداخل، هنوصل دي بدي. القطة دي behind يعني خلف flowers، الورد الدب ده behind the door، خلف الباب. يبقى عندنا أربع حروف جر مهمين جدا جدا بنتعلمهم في الدرس ده، على يعني on، تحت under، في يعني in،
وخلف يعني behind. Look and track. هنا writing جزء خاص بالكتابة، بيقول انظر واكتب. جاب لنا هنا قطة cat. في البيت الطالب هيبدأ يكتب الكلمات دي. عندنا تحت under، في او داخل in، على on. king ملك، kick يشوط الكرة، up لأعلى. الجزء ده خاص بالunit review، مراجعة على الوحدة التاسعة كاملة. الطالب لازم يكون خارج من الوحدة التاسعة عارف الحاجات دي كلها. أول حاجة الفوكاب اللي هي الأفعال، الكلمات الموجودة الأساسية في الدرس. عندنا swim، dig، kick، skip، throw. الplaces الأماكن، in، on، behind، under. عندنا الفونكس، الجزء الخاص بالصوتيات. اتعلمنا حرفين letter I and letter U. اخدنا صوتهم، ال I كان صوته إيه، letter U صوته A. اخدنا كلمة بتبدأ بحرف ال I in، في او داخل. كلمة بتبدأ بحرف ال U under تحت. كده احنا خلصنا منهج سنة اولى ابتدائي الترم الاول كامل، من الوحدة الاولى لحد الوحدة التاسعة. ودي اخر حاجة في الكتاب، نهاية الكتاب يعني. جايب من هنا start ابدأ، واخرها finish. هننتهي لحد هنا. هنبدأ ان احنا نمشي ونشوف الحاجات دي اللي هم اخدوها في الوحدات اللي فاتت. اول كلمة هنا throw، يلقي. camel، camel. sphinx، bedroom. star، swim. pyramids، kitchen. rectangle، cake. circle، bathroom. dig، queen. garden، king. square.